السلام عليكم. واش الوحم ديال العيالات عنده علاقة مع المستقبل ديال الدري اللي غيتزاد؟ السلام عليكم. الصحة لاباس؟ كلشي بخير. يعني انت فين هاد البروسة؟ معتم انا وصافي. باين عيان ما كتنعش ولا مالك؟ لا لا ولكن قول لي مبروك. علاش ياك لاباس؟ المدى الحافل. ناري 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 اشبتي لي تاتا يا تشد قهوتك. هذا موضوع هذا يا صاحبي. العيالات يا صاحبي شي وحم عندهم؟ ما نقولش كان عندي واحد صاحبي واحد ذكريات خيبه في هذا الوحم هذا. ما علاش طرا لي؟ وانا المراه ديالي تصور واحد النهار توحمت لي عند اللح. ايوا مزيان اللح ماشي وقتو صدقت نكوماندي عليه من الخارج من الانترنت. اللحه ما وصلت حتى ولات صفراء. الدري تزاد صدقنا مفورين عليها. ايوا صافي الدري ولي عادي ولي عندك خضار. ترى مزيانه راه شوفني هنا. مالك استراني؟ انا واحد الصباح فقت لقيت مراه جرات على الجير كامل كامل. ناري 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 يا مسخوط. والدري كيخرج خرج الصبار. ياك ما ولي كاسلل بحال واحد السلالم وانا. عرفتي انا واحد النهار ديت بحدا من الصبانه الدري ولدي لقيتو خدام. قلت اش كدير يا مسخوط الوالدين؟ امك كانت كتوحم على فراكه خصك تمشي تخدم شي عوينه كتفرك الزرابي والعبيد. خدام ليا حتى مالا واكله بلانشا. سقوط الوالدين. والدري عندك الكبير اش كيدير؟ الدري الكبير انا الله يرضي عليه. هذاك عندك الدري لا لا خدام في بنكه. خدام بركه. واش كانت كتوحم؟ لا هي كانت كتوحم ليا على البسطام ديالي. اه ديما تنعس حداه. يلاه.